لأن هؤلاء الأدبياء ابن الأباعي الخنازير هؤلاء بس كده. فما كانش يقصد هو قصده ساعات كان بيخطط بالكلام فما كانش يقصد إنما هو قصده فبالظبط كده فما كانش يقصد لأنه ما كانش يقصد وهو كان قصده وبالظبط كده ساعتك فما كانش يقصد وهو كان قصده وساعات يهفف بالكلام ويعني ايه هتكتم الراجل ما يتكلمش يعني بعدين الدليل هو أفندم قال من يقول رقا لأخيه هو إنما ده مش أخيه ده يعني مش مؤمن فمش أخوه فمن حقه يشتمه ونحن أقوالنا رز بلبن بالمكسرات إنما شتايم عن هباب أنا غير مسؤول عنها أفندم بالظبط تهباني ولا يا عم فسيخ هو الكافرون هو الضالون شكلتكم مم سعادة القاضي أنا بطالب أقوى عقوبة بأقوى عقوبة حماية الأطيار وحماية السماحة وحماية المحبة بالظبط كده فلان حماية المحبة خط أحمر سماحة والمحبة فيجب أن نحن